الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات البرلمانيين المحترمين، شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا مخلفا آلاف الشهداء والعديد من الجرحى شفاهم الله. وقد كان المصاب عظيما والألم شديدا، ومسنا جميعا ملكا وشعبا من طنجة إلى القويرة ومن شرق البلاد إلى غربها. قال تعالى: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. وإننا ندعو عز وجل أن يثبت أرضه رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين. وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار. لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بالتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية. ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث على الاعتزاز ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين. كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة. ولا يفوتنا أن نجدد عبارة الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم. حضرات السيدات والسادة، لقد أظهرت هذه الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل. تلك هي الروح والقيم النبيلة التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي. وهي قيم وطنية جامعة كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية. وأخص بالذكر هنا القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة. أولا القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والحضارات، وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك بين المغاربة المسلمين واليهود وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى. ثانيا القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية والقائمة على الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين كل مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيع المتبادلة بين العرش والشعب. كما يعد حب الوطن والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية من ثوابت المغرب العريقة التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتنوعها. ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم اعتبارا لدورها في ترسيخ وتحسين الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخاصة في ظل ما يعرف العالم اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا. حضرات السيدات والسادة، في إطار هذه القيم الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور، إذا نحرص على توفير أسباب تماسكها، فالمجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المغرب المجتمع البوصلة.
لذا ما فتئنا نعمل على تحسينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي. وسنشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة. فقد قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديث الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراد المسنين. وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي لعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحسينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليها البرلمان، ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها، كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيل على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن نستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، وندعو الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لأقننة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وتأمين استدامة وسائل التمويل. كما نؤكد أن على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده، وأن يتم بعض آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر. ولا يخفى عليكم حضرات السيدات والسادة دور البرلمان في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التابعة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا. وخير الختام قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.